بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل. أقيم بعد ظهر اليوم السباق الثالث لهذا الموسم، والذي أقيم على كأس لجنة المعتمدين وكأس إسطبل سافرة للجياد العربية، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفا بالصخير. حضر السباق عدد من أصحاب السمو وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل، وقام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة بتقديم كأس لجنة المعتمدين إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة، فيما قدم مدير عام نادي راشد للفروسية وسباق الخيل توفيق شرف العلوي كأس إسطبل سافرة إلى المضمر الفائز آلان سميث.